السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الأخوة الذين لا يعمل معهم إضافة موقع الساي هاب إلى متصفح جوجل كروم لتحميل البحوث بشكل تلقائي، هذا الفيديو هو إعادة، وتشوفون طريقة إضافة الساي هاب إلى متصفح جوجل كروم. تابعوا ياي الشرح خطوة بخطوة. نجي نكتب في متصفح جوجل كروم ساي هاب اكس، نعم اللي هو هذا، راح يطلع لنا بهالشكل هذا. ندخل عليها سواء بالعربي او بالانجليزي ماكو مشكلة، راح يظهر لنا بهذا الشكل. طبعا انت لازم تكون مسوي تسجيل دخول للمتصفح حتى يتيح لك تحميل الاضافة. راح تكون عندنا بعدة امتدادات، كل اللي علينا نسويه نضغط على هذا الامتداد المضغوط، نسوي له تحميل، ننتظر إلى أن تجينا رسالة التحميل، نسوي له تحميل، بدء التحميل، نروح للملف، نسوي له استخراج، تمام، استخرجنا الملف اللي هو هذا، نرجع. نروح إلى علامة الإكستنشن الإضافات في متصفح جوجل كروم. إذا ما طلعت عندكم من هنا تجي من هنا، تروح على مور، هسا الديفلوبر تول اللي راح نطبع عليها عفوا، نجي على من السيتنج، نطبع على السيتنج نلقى الإكستنشن، أو تلقوها طالعة مثل ما هي هاي قدامكم، مانج إكستنشن من هنا، أو قلت مثل ما هاي ننقر عليها من هنا. نفعل لازم هذه الديفلوبر مود، راح تلقوها طافية عندكم، تجون تشغلوها. بعد ما شغلتوا الديفلوبر مود تجون النوب إلى لود امباكت، نقرون عليها، تروحون إلى المكان اللي حملنا بيه الإضافة اللي هو بالداونلود ملفات المضغوطة اللي هو هذا، اختارينا الملف مثل ما تلاحظون اجت الإضافة عندنا مباشرة مثل ما تشوفون أمامكم. هنا أنا تقدر تفعلها اللي هي Auto Download PDF، يعني مجرد أنت تطي تطب على صفحة بيها ملفات تقدر حاب يحملها مباشرة، راح يحملها على شكل PDF. هنا أنا يفتح لك إياها، أما تريده يفتح لك إياها في صفحة أخرى وما يحملها، وأنا شارح في الفيديو السابق طريقة استخدام الأداة. هذا الفيديو القصير هو إعادة لطريقة إضافة الساي هاب إلى متصفح جوجل كروم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.